اول حاجه انا سميتها شاورمه اللحمه المفرومه. طيب هعمل ايه؟ هجيب نص كيلو لحم مفروم. طبعا تقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا دايما بحب اشتغل بكميه قليله علشان اوريكي النتيجه. طيب عندي هنا بقى طبعا معلقه كبيره من بهارات الشاورما، ودي هنلاقيها يا جماعه عند اي عطار. عندي بقى ملح وفلفل اسود، حبهان مطحون، وكمان عندي خل وورق لوري، وخمس معالق كبيره صويا صوص. بصوا بتفرق جدا 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 في الطعم، حقيقي بتوصلنا لطعم بره قوي. عندي كمان بقى البصل الجوليان، عندي الطماطم اللي شايله الميه بتاعتها، عندي طبعا بقدونس مفروم، ونص كوبايه طحينه من اللي عاملينها في البيت، وكايزر وفينو، وطبعا للتقديم شويه بطاطس محمره، شويه مخلل وبس كده. وطبعا انا بحب اعمل سلطات حلوه جدا مع الاكل ده، سلطات كده تبقى مغذيه برضو هتعجبكم جدا. طيب تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي، يلا بينا. اول حاجه همسح بس كده عندي الطاسه بنقطه زيت، واروح حطاها على النار. اهي تسخن كده، وتعالوا نحطها على النار بقى بتاعتنا. طاسة عندي او الوك لازم تسخن، لازم. اي لحمة، اي فراخ، اي حاجة بروتين يا جماعة لازم الاول اسخن عندي الوك هنا. مستغرب ان لحد دلوقتي بجد لسه في ناس مش عارفة تسوي حتة لحمة، وطبعا اللحمة دلوقتي ما جايبها بقى مكلف. طب ازاي لحد دلوقتي احنا مش عارفين نسوي حتة لحمة؟ يا جماعة الوصفة بسيطة، التريك علشان تظبطي سوى اللحمة ومتطلعش معاكي الكاوتش بسيطة جدا، ان انت تسخني عندك الوجبة بتاعتك. في ابسط من كده؟ الطاسة بتاعتك لازم تسخنيها كويس جدا، مهمة قوي، وبعدين تحطي المادة الدهنية. يبقى اول حاجة انا لازم اسخن عندي الوك، الطاسة، الحلة، اي حاجة هتعمليها فيها لحمة او فراخ لازم تسخني عندي الحاجة اللي هنحط فيها. بصوا كده سخنت، وبعدين هروح حاطه المادة الدهنية. خلاص؟ طيب وبعدين اروح جايبة بقى عندي هنا نص اللحم المفروم، ويا سلام لو في نسبة دهن حلوة كده علشان ده هيطعمها، ولو عندك حتتين ليا فحطي ليا مع الزيت. واروح بصوا بقى اسمع صوت التش ده، اول عامل واهم عامل من نجاح اي وصفة للحم او الفراخ ان اسمع صوت التش ده. عايز اقول لكم ان انتوا لو شميتوا ريحة اللحمة كده اول ما تحطوها على النار بس مسخنين الوك قبلها، هتحسوا ان لا دي ريحة اللحمة حلوة، ريحة مختلفة. هحط بقى الحاجات اللي هتوصلني لطعم الشاورما، يعني لوري، دي بهارات الشاورما، وكمان رشة الحبهان اهي، وزي ما احنا متعودين بقى الملح عادي جدا، عمر ما بيعطل اللحمة ولا الفراخ عن التسوية، مستحيل. انت عارفة ان لو عايزة اعمل بجد شاورما، طبعا انا لما بحب اعمل شاورما بعملها من قطعيات معينة، واحسن قطعية هي يا اما السمانة يا اما وش الفخدة. عندي انت عارفة ان انا لازم اتبل اللحمة عندي ليوم كامل، لو هعملها باللحمة اللحمة العادية لازم اتبلها عندي بيوم كامل. ليه؟ علشان تشرب التتبيله وتكون طريه جدا جدا، وانسجتها تكون خلاص دايبه وتاخد الطعم المظبوط. طيب هنا بقى انا بعمل ايه؟ انا على طول تيجي في دماغي عايزين ناكل سندوتشات شاورما، على طول اطلع النص المفروم ارمي في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، واتبل ببهاراتي البسيطه اللي هي زي ما قلنا معلقه كبيره من شاورما اللحمه، وكمان عندي رشه حبهان وملح وفلفل اسود.
مهم جدا بقى اللحمه عندي تستوي، مهم قوي الاول قبل ما احط اي حاجه تانية. طيب بتاخد قد ايه اللحمه المفرومه؟ ما بتاخدش حاجه، حرفيا ما بتاخدش ربع ساعه لو هي زي ما انتوا شايفين كده متفرطه مش فوق بعضها. طبعا لو فوق بعضها هتنزل ميتها فهتاخد وقت اطول، لكن هي هنا علشان زي ما انتوا شايفين كده متفرطه هلاقيها ما بتاخدش وقت معايا خالص. طيب ايه الاضافه طبعا اللي ممكن اضيفها على اللحمه المفرومه دي علشان اقرب بالطعم للشاورما؟ الحاجات المعتاده اللي انا بعمل بيها الشاورما زي ايه؟ طبعا البصل، الطماطم، البقدونس، الطحينه. مش دول على طول بيعملوا لي الشاورما؟ بس كده بهاراتي بسيطه. الصويا صوص، احب اقول لكم الصويا صوص بيديها طعم بالظبط شاورما بره. طبعا الصويا صوص بحط برده للحمه القطعه اللي بعمل بيها شاورما، هي هي، بس في اضافه تانية انا بحطها للشاورما اللي هي باللحمه القطع، هي عصير البرتقال. ما تستغربوش، عصير البرتقال بيخليها تحفه بجد. يعني ما حدش جرب الحمد لله وصفه الشاورما اللحمه بتاعتي غير لما بجد عجبته جدا جدا، وبرده بتدي كميه حلوه قوي. ولكن المفروم مش هتقول لا، هعمل ايه بقى لما الاقي ان هي استوت وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا بصوا مفيش نقطه ميه والطاسه عندي بتنشف، اهي شايفين الطاسه عندي بتنشف مفيش نقطه ميه. في الحاله دي هي بتبقى متعطشه لاي حاجه تنزل عليها تعمل تش يا زي الخل. اهو ياخد كده الريحه، اهو اللحمه المفرومه، ونقلبها في شويه الخل الحلوين دول، وكمان عندي هنا 5 معالق من الصويا صوص. لو ما عندكيش ماشي يا ستي مش مشكله. طيب عايزه اقول لك على حاجه، افرضي عندي هنا النص كيلو ده يا فيفا هيعمل ايه معايا؟ لا انا عايزه اكتر. هقول لك على بديل واحد لو حطيتيه في قلب اللحمه المفرومه صدقيني ما حد هيكتشفه ابدا، وعلى فكره بنلاقيه في كل المنتجات المصنعه محطوط فيها، سواء برجر سواء لانشو، اي حاجه مصنعه هنلاقيه فيها، سوسيس، اي حاجه. هو ايه؟ الفول الصويا، الفول الصويا، وهتعامليه نفس المعامله بالظبط. ان شاء الله تجيبي ربع كيلو هيغرقوكي مع اللحمه، مع اللحمه. يعني هنجيب ربع كيلو فول صويا هننقعها، واحنا بنحط اللحمه هنروح حاطين معاها الفول الصويا بعد ما نعصره كويس قوي. هيديني، شايفين الشكل ده؟ نفس الشكل. وفول الصويا على فكره مغذي جدا جدا. اهو اتفقنا، اتفقنا. طيب هعمل ايه؟ خلاص عندي هنا استوت، هحط اول حاجه البصل. طبعا كميه البصل تكون متناسبه مع اللحمه المفرومه، وهرجع واقول لك برده كمياتك دي بتاعتك. خلاص انا مش هحط ملح ابدا تاني، لان انا حطيت الصويا صوص، والصويا صوص اساسا حاجه مالحه، فخلاص انا كده مش هحط. انا حطيت 4 معالق صويا صوص فاتح. ايه الفرق ما بين الفاتح والغامق؟ طبعا الغامق تركيزه اعلى، الفاتح تركيزه اخف، فهنخلي بالنا ان احنا نحط فاتح. طب لو عندي غامق هيبقى هي معلقه واحده. طبعا تقدري تحطي بقى ايه، تخففيه بالميه، تمام. بس كده البصل يتقلب، انا عايزاه يدبل شويه، حاجه بسيطه. وبعدين الطماطم، طبعا الطماطم لازم تكون من غير بذر ليه يا جماعه علشان ما تنزلش تنزل ميتها هنا وتترعها لي كده ميه، لازم تكون منزوعه ايه، البذر، الميه بتاعتها. بصوا بقى الكميه عندي عامله ازاي،
اخدت معايا وقت خالص. اخر حاجه بقى رشه البقدونس الخطيره بتاعتنا، اللي هي مش عايزه اقول لكم مجرد ما رشيتوها على اي حاجه احنا اخدنا طعم الشاورما مع طحينه صافي، طحينه صافي من البرطمان بس كده. الله، الريحه خطيره، الريحه خطيره. خلاص انا كده عملت شاورما، صدقوني ريحتها شاورما صرت. وخلصت بس كده، هسيبها ثواني ثواني. ليه؟ علشان مش هقلب، انا هحط في سندوتشات على طول. خلاص كده عندي بقى فينو وكايزر، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم ان كله بيقول لي ريحه شاورما فعلا. طب مش هتكون مش شاورما ليه؟ مش فاهمه، كل حاجه الشاورما على لحمه مفرومه، هي هي اللحمه، مش هتكون شاورما ليه؟ تعالوا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا الحلوه، ناخد على طول كده ونعبي بقى. فين عندنا هنا في العيش اهي، طماطم وبصل ولحمه مفرومه وطحينه وبقدونس. ايه الشغل العالي ده؟ ايه الشغل العالي ده؟ بصوا، لا وريحتها خطيره، احلى سندوتشات. طبعا انا عاملاها في عيش فينو، تقدري تعمليها في كايزر بس، في عيش فينو بس. انا بحب كده اجيب الرغيف فيه لقمه حلوه، يعني يكون مليان، ما بحبش اجيبه رفيع فيه الحاجات دي، واحب اجيبه بسمسم اهو. الطحينه كله جوه خلاص، يا سلام بقى جنب شويه مخلل، وساندوتش مليان اساسا. يلا نروح نحط هنا كمان. بصوا بقى، حمرنا اهو، حمرنا ايه؟ حمرنا شويه بطاطس جنبهم مع شويه مخلل جنب السندوتشات، وبس كده انت عملتي احلى غدوه، احلى غدوه. تقولي ليش بقى يعني عايزه اعمل حاجه سريعه، طب اشتري؟ لا 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 لا، صدقيني زي ما بقولك احنا بتمن سندوتشين من بره تقريبا، لو حسبتي الوصفه دي هتلاقيه بتمن سندوتشين بس من بره، وما اخدتش معايا حاجه. يا جماعه ده انا خلصتها وبعدين طلعت فاصل، خلصتها وبعدين طلعت فاصل، يعني متهيألي مفيش اسهل من كده، وكلها في حله واحده وفي طاسه واحده، وبعدين نقعد نكمش بقى فين؟ قدام التلفزيون على الكنبه في الجو ده. بس كده ريحتها تحفه. انا هضرب على فكره، هخلص واضرب ساندوتش اساسا، يعني انا جايبه كايزر كمان، وهقول لكم فاتحه الكايزر فاتحه علشان الحاجه ما تقعش منه. الحشوه ده كله بنص كيلو، وانا عايزه اعمل نص كيلو علشان اوريكم ان الكميه، بصوا طالعه عامله ازاي. وزي ما قلت لك تقدري تزودي الكميه لو مش هتبقى كافيه بالنسبه لك، بايه؟ زي ما اتفقنا، بشويه فول صويا. بصي بقى فاتحه هنا عندي الكايزر بق التمساح كده اهو. بق التمساح علشان احشيه كده اهو. هي المره خلاص نحط ايه؟ طماطم عشان نلونه. هي المره، بصوا مليان لجوه ازاي، ما يقعش بقى مننا اهو. الساندوتش دلوقتي انا بقالي مده كبيره بصراحه ما اكلتوش من بره، انتوا عارفين يعني في حد معين كده مشهور قوي بيه شاورما اللحمه بتاعته. لو جربتوا شاورما اللحمه بتاعتي بجد هتلاقوا ان فعلا طعمها مش بشكل كبير، لا هي هي بالظبط. طبعا زي ما بقول لكم لو عندكم حته ليا حطوا حته ليا، اتفرجوا على الحلاوه. ادي سندوتشات الخطيره، ادي نص عليهم شويه طماطم وشويه بصل
عملولي كمية عاملة ازاي؟ عايزة تزودي اتفقنا هتعملي ايه؟ فول صويا بس علشان ما يلعبش في طعمها، تحطليش اي حاجة تانية، اي اختراع تاني بلاش. يعني عارفة اللي هو تبقي عملت الطبخة وبوظتيها، اي اختراع تاني لا. بس كده فاضل عندي اخر حبة برضه هحطهم عادي جدا في اهو. بس هعمل ايه بقى؟ هنزل هنا عشان هو خلاص كده كمية عندي، وهاخده هنا اهو، هيعمل لي اخر كايزراية عندي اهي. بصوا لما لميت اللي عندي ازاي طلع عندي فيه كمية حلوة. تعالوا نعد بقى عاملين كام ساندويتش وعاملين كام كايزراية. على فكرة مش مكترة البصل، عايزة تكتريه اكتر من كده كتريه. سبحان الله الاخير ربه ايه كريم. الساندويتش اخد ملو اكتر من الساندويتشات التانية اهو. ثم ما فتح بقه قوي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة فينو وخمسة كايزر. اظن مفيش احلى من كده. الله هتعجبكوا قوي. نشيل كل ده بقى عندنا. خطيره خطيره. انا اخدت اللي كان في المعلقه. لا هتعجبكوا قوي.